السلام عليكم الاخوان. اذا باش ندير الفيديو ديال الرياكشن هو الفيديو ديال ردة الفعل كما كيديروا شي يوتيوبرز، وباش تبقى دير فيديوهات ما يجيكش الكوبي رايت يعني الحقوق، شنو كدير؟ خاصك تشارجي هاد الفيديوهات، هاد لي زابليكاسيون، عندك جوج ديال لي زابليكاسيون تقدر دير فيهم الرياكشن. عندك هذا اللي باش كنصور به دابا هو AZ سكرين ريكوردر، هو هذا كتخليه من هنا، كليكي على هادي، كتكليكي على هاد البارتي اللي كاينه هنا، وكتنزل لتحت، كتنزل لتحت عند الكاميرا مباشرة، عند الكاميرا هكذا كتحل الكاميرا. حلينا الكاميرا، باش كتحل الكاميرا على كليكيتي عليها تقدر تلعب بيها كيف ما بغيتي، ترجع. اوكي، دابا كتختار الفيديو اللي بغيتي ديرو، مثلا هذا مثلا تقدر دير الرياكشن بحال هكا. مثلا انا كنهضر وهو سميتو حتى هو كيهضر، يعني بقيت وقف الفيديو توقفه من هنا مباشرة، تبقى كتهضر عاوتاني وترجع عاوتاني تتريكوردي. من بعد عندنا بروغرام اخر اللي هو فلوغ ستار. فاش كتدخل فلوغ ستار كيطلع لك بحال هكا، كيطلع لك بحال هكا، كتكليكي على الرياكشن، هي موجودة عندك هنا كلمة رياكشن كتكليكي عليها، بعد كيطلعوا لك الفيديوهات ديالك، كتختار الفيديو اللي بغيتي دير عليه الرياكشن، نختار هذا مثلا، بعد كدير